عبد الرحمن، شنو طبقك؟ طبق من فطور فرنسي بيض. نعم. بنديكت. كان اكو من المفروض مرافقات وياه؟ ايه، شافرت تسوي شغلات من الفطور الفرنسي. نعم. اللي هو عصير التفاح الاصفر. نعم. وطبق فواكه وشغل مربى وقشطه واجواء. ليش بقدمت؟ ما لحقت. اشتغلت الصوص الهولنديز على اصوله. نعم شيف. في الزبده. نعم شيف. صحيح؟ شفتك انا. وانا شنو علمتك بوقتها؟ قلت لك البديل بالزيت. اي نعم شيف. فانت انا شفتك اشتغلتها بطريقه كل صحيحه. وعاشت ايدك. شكرا شيف. كلش عاشت ايدك. شكرا شيف. عبد الرحمن، تكنيك مال بيض 10/10. شكرا. التوست كان يحتاج يتحمص احسن. كنت اتمنى اشوف اشياء اكثر من عندك، لان انت كنت الوحيد. الطاوله مالتك مرتبه منظمه ونظيفه، بس تنظيم عندك بالاشياء شلون تخليه اول شيء على النار واخر شيء على النار. أوكي. شكرا لك. كان رايهم حلو، انه طبق طيب ومتناسق وبرزنتيشن حلو، بس انه مو كامل كفطور، مو كامل، انه بعد لازم مرافقات اللي هو العصير وفي الشي بارد بعد وياه، بس الوقت ما كفاني. تعلمت من الاختبار تقسيم الوقت وانتباه اكثر واستغلال الوقت اكثر.